مرة تانية حلقتنا النهاردة خاصة بشهر رمضان المبارك وعرض لأهم البرامج اللي هتعرض على شاشة روتانا خليجية. كل سنة وحضراتكم طيبين، وطبعا هنشوف مع بعض أهم المسلسلات اللي هتتابعوها خلال شهر رمضان على شاشة روتانا خليجية. البداية مع البرامج الدينية اللي بتتميز بيها روتانا خليجية كل سنة في الشهر الفضيل، والموسم ده فيه أربع برامج دينية مهمة، أولها الموسم الثالث من برنامج صحوة والنبأ العظيم. كل القلوب إلى الحبيب تميل. دايما بتحرص شاشة روتانا خليجية على اختيار أفضل البرامج الدينية الجديدة أما البرنامج الثاني فهو برنامج لعلهم يعقلون. البرنامج بيجمع الكاتب الإسلامي الدكتور محمد شحرور ضيف بالإعلامي يحيى الأمير. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر وينهى ولا يحرم. أما ثالث البرامج الدينية على شاشة خليجية فهو برنامج الشفاء. البرنامج بيقدمه الداعية فيصل الكاف، وبيحاول من خلاله الإجابة على سؤال مهم: ما هو واجبنا تجاه النبي المصطفى؟ وآخر البرامج الدينية معانا هو برنامج كل أمين. برامج دينية بيقدمها قامات جليلة هنشوفها بشكل يومي على شاشة روتانا خليجية. نتمنى تكون بتحمل الإفادة والمعلومة الدينية بأسلوب سهل وبسيط. وصلنا دلوقتي لفقرة البرامج الحوارية واللي هتنطلق خلال شهر رمضان المبارك على قناة روتانا خليجية، فعندنا برنامج يا هلا 2030، وكمان معانا البرنامج الوثائقي الراحل واللي بيقدمه الإعلامي محمد الخميسي، وبرامج تانية خاصة بكأس العالم هتكون معانا بس في شهر رمضان. التنوع هو سمة البرامج الحوارية على شاشة خليجية في رمضان، وده من خلال تقديم برامج حوارية اجتماعية وثقافية ورياضية. سنكون معكم خلال شهر رمضان المبارك لننقل لكم أهم أحداث الساعة. أول البرامج الحوارية هو برنامج يا هلا 2030 للإعلامي مفرح الشقيقي والإعلامي جمال المعيقل، وبيعرض البرنامج أبرز القضايا اليومية للمواطن السعودي ورؤية المملكة 2030 وما تم إنجازه حتى الآن، وده من خلال تقارير ميدانية ولقاءات مباشرة مع الضيوف بالاستوديو. يا هلا بحلة مختلفة ورؤية جديدة تحاكي المستقبل. الثابت اليوم هو التغيير. شوفوا قديش سرعة التكنولوجيا اليوم والتطور. تاني البرامج الحوارية هو البرنامج الوثائقي الراحل في موسمه التاني. البرنامج بيقدمه الإعلامي محمد الخميسي، وبيهدف لتكريم الشخصيات السعودية الناجحة التي رحلت عنا وإحياء ذكراهم بتسليط الضوء على أبرز إنجازاتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج الراحل. ثالث البرامج الحوارية هو البرنامج الرياضي كورة، وبيستضيف الإعلامي خالد الشنيف من خلاله نخبة من الرياضيين، وبيستعرض أبرز أخبار الرياضة المحلية وأهم أحداث كأس العالم 2018. متابعة متواصلة لاستعدادات المنتخبات العالمية لكأس العالم. بقول لكل مصر والأمة العربية كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وإن شاء الله بنعد عليكم بالصحة والسلام. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، ورمضان كريم علينا وعلى كل حبايبنا، وإن شاء الله نقضي رمضانات كثير سعيدة بإذن الله. رمضان كريم على الجميع، وإن شاء الله العيد بيكون حلو، وإن شاء الله بتضلكم مبسوطين وشكرا. فاصل ورجعين. وطبعا برامج المنوعات ليها حصة كبيرة في شهر رمضان على شاشة روتانا خليجية، فهتابعوا برنامج مبادرات للإعلامي أنس التميمي. كمان هتابعوا برنامج نفوس مطمئنة لاستشاري الصحة النفسية الدكتور طارق حبيب. وطبعا يا يحيى أكيد بنتكلم عن برامج رمضان، يبقى لازم نتكلم عن البرامج الخاصة بالأكل اللي هتكون معانا.
من خلال شاشة روتانا خليجية هنشوف عدد من البرامج المنوعة والترفيهية لإرضاء أذواق كل المشاهدين وخلق أجواء مميزة ليومهم في رمضان. من البرامج دي برنامج مبادرات للإعلامي أنس التميمي. البرنامج هيعرفنا على عدد من المبادرات الإنسانية والشبابية تحت شعار أحب الناس إلى الناس أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. مبارك عليكم الشهر، عسى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كمان هنشوف برنامج نفوس مطمئنة للدكتور طارق حبيب استشاري الصحة النفسية. ولكل محبي برامج الطبخ هنشوف برنامج على طريق الطبخة، وهو برنامج جديد بيستضيف أمهر الطهاة السعوديين وهنشوف من خلاله وصفات جديدة لأشهى الأكلات. في كثير ناس ما تتقبل كلمة طبخ. كمان هناخد أطفالنا في الجولة مع السمسم في المطبخ، وهو البرنامج اللي بيجمع شخصيات افتح يا سمسم المحبوبة مع عدد من الضيوف اللي هيساعدوهم في صنع وجبات صحية. وبعد الأكل أكيد هنحتاج برنامج يقدم لنا نظام غذائي لجسم رياضي سليم، علشان كده هيكون معانا برنامج فتنسة. إيش حن العضل؟ زي ما تعودتم في شهر رمضان الكريم الكوميديا دايما موجودة على قائمة برامج روتانا خليجية، ومكمل معانا الموسم السابع من السيت كوم السعودي شباب البومب اللي هيعرض حصريا على شاشة روتانا خليجية. أما العمل الكوميدي الثاني فهو المسلسل الكويتي كبروها. لو بتدور على الكوميديا الراقية والضحكة اللي طالعة من القلب أكيد هتلاقيها معانا على شاشة خليجية، وده بعملين متوقع ليهم نجاح كبير، أولهم هو السيت كوم السعودي شباب البومب في جزء السابع واللي هيعرض بشكل حصري على شاشة روتانا خليجية. أنا راجلين قسماً بالله مالي دخل همهم اللي جابوني. المسلسل بيتمتع بشعبية كبيرة جداً بين الشباب وسجل نسب المشاهدة الأعلى في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. بيقوم ببطولة شباب البومب فيصل العيسي وفيصل العمري، سارة اليافعي، عبد العزيز الفراحي، وشعيفان محمد. وبيتناول العمل في كل حلقة مشكلة مختلفة سواء اجتماعية اقتصادية أو أخلاقية بيعاني منها الشباب العربي والسعودي بشكل خاص. أما العمل الكوميدي الثاني فهو المسلسل الكويتي كبروها، واللي بتحكي أحداثه عن أربع شخصيات في مرحلة متقدمة من العمر، وفي كل حلقة بيكذب واحد منهم أو كذبة بيحكي فيها عن شيء حصل له زمان وبيحاول يخلي الباقيين يصدقوا كذبته دي. أنت سوبرمان أنا باتمان سنتين. إذا كابين جسمه نص بالنص هلبس حاجة يوم لحد إذا يوم لثنين. المسلسل بيقوم ببطولته أحمد العونان، عبد العزيز النصار، عبد الله الخضر، فهد البناي. صح يا رجال. ما بين شباب البومب وكبروها حضروا نفسكم لأجواء كوميدية لا تقارن من روتانا خليجية. كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله رمضان مبارك على كل وطننا العربي وبالذات على الناس المهجرين اللي طلعوا من بيوتهم ومن بلدانهم. بقول لهم يا رب السنة جاية ترمضنوا وتعيدوا في بيوتكم في بلدانكم. يعني كل سنة وانتم طيبين ويا رب رمضان بخير عليكم كلكم إن شاء الله. رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. أحب هني برنامج عربود وروتانا وقول لهم رمضان كريم. كل سنة وانت طيب يا أستاذ جمهور، يا أحلى حاجة في حياتنا، ربنا يخليك لينا، رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بخير ويا رب دايما ناجحين مع بعض. فاصل وراجعين. دلوقتي وصلنا لفقرة الدراما اللي كل الناس مستنية هتعرف هتتابع فيها ايه. البداية يحيى مع الدراما اللبنانية، فهنتابع مسلسل جوليا بطولة قاسم الشيخ نجيب وكمان تانجو من بطولة باسل خياط. <تصفيق>
الدراما اللبنانية كل فترة بتتقدم وبتتميز عن اللي قبلها، علشان كده اختارنا عملين من الدراما اللبنانية لكل جمهور روتانا، وخصوصا جمهور روتانا دراما وال بي سي. العمل الاول هو مسلسل جوليا لماجي بوغصن وقاسي الشيخ نجيب. المسلسل بدور أحداثه في إطار رومانسي عن طبيب بيدخل في الكتير من المشاكل بسبب طريقته، وخصوصا لما بتكتشف ارتباطه بواحدة غيرها. بعالجها بطريقة منة تقليدية أبدا، هو منه طبيب تقليدي، فهو طريقة علاجه للمرضى تبعه كمان كتير أوريجينال وجديدة على طريقته الخاصة. بيعالج بطريقة كتير جديدة ومختلفة. ماجي عم تلعب دور جوليا اللي هي بتفوت بكذا طور وكذا كاركتر. بعيت لدوزير رح فحصله عيونه. اسم الرئيس جوليان. اما بقى تتر المسلسل فقدمته نانسا عجرم وهي اغنيه بعنوان عم بتغير. عم بتغير كل شي فيي عم يتغير، عم بقلق بعيونك اكتر من حالي عم خاف عليك. العمل اللبناني التاني على شاشه روتانا دراما وال بي سي هو مسلسل تانجو. المسلسل بيقوم ببطولته باسل خياط، باسم مغنية، ودانا مارديني، ودانييلا رحمة. تانجو شخصية عمودية، اشتغلت بشغف، اشتغلت بحب. عندها تلون ومفاجآت رح تظهر بالعمل. خايف ليش زبان لك؟ وأنا ما بدي زبان يكون عندي هون بالبيت. اشتغلنا صح من كل النواحي إخراجيا وكتابيا. وبيحكي المسلسل عن قصة حب بتجمع بين رباعي من راقصة التانجو ورؤية كل شخص منهم للحب. أحداث كتير مثيرة هنشوفها في مسلسلي جوليا وتانجو على شاشة روتانا دراما وال بي سي. دلوقتي جه معادنا عشان نعرف المسلسلات المصرية اللي هتزين شاشة روتانا في رمضان. الحقيقة ان في ثلاثة بيتنافسوا منافسة شرسة على الشاشة السنة دي، وهم مصطفى شعبان وكريم فهمي وزينة. مصطفى شعبان وزينة وكريم فهمي هي الأسماء اللي بتراهن عليها روتانا في سباق الدراما المصرية برمضان السنة دي. مصطفى شعبان هيطلع على جمهور روتانا خليجية من خلال مسلسل أيوب، والعمل بتدور أحداثه عن شخصية أيوب اللي بيعمل موظف بأحد البنوك لكنه بيتعرض للظلم وبيتم توريطه في قضية بيدخل السجن بسببها. وإني برغم الظلام لست بيائس، فالفجر من رحم الظلام سيولد. ومن هنا بيقرر أيوب الانتقام من الأشخاص اللي تسببوا في تدمير حياته. بيشارك في بطولة مسلسل أيوب أيتن عامر، محمد لطفي، مريان حسين، وهنا الزاهد. كل واحد فيكو فاكر انه مش متشاف، بس انا شايف كل واحد بيعمل ايه وعايز يعمل ايه. عيبكو انكو فاكرين نفسكو أذكياء وفاكرين ان القوة في الفلوس والغنى وبس. اما بقى زينة فهنشوفها على شاشة خليجية من خلال مسلسل ممنوع الاقتراب او التصوير، وكمان هينزع المسلسل على قناة ال بي سي. المسلسل بيشارك في بطولته نسرين امين وفتح عبد الوهاب، محمد شاهين، ومي القاضي. واضح ان الحاجات اللي انت بتبقى عايزة تنسيها تفضل تطاردك طول عمرك. كاميليا بتاعت زمان دي ماتت خلاص. اللي قدامك دي واحدة جواها كره وغل لكل الناس. انتي دمرتي كل الناس اللي حواليك. حدش فيكم جرب احساس الظلم عامل ازاي. وبتدور الاحداث في اطار درامي مثير حول فنانة صاعدة بتصل الى قمة النجومية، لكنها بعد كده بتتورط في جريمة قتل ممكن تدمر كل النجومية اللي حققتها. كل
كل العناصر تشجع ان انا اخش العمل، وعمل ان شاء الله هيبقى مختلف باذن الله. مش هكدب عليك، في الاول اللي جذبني القصه بتاعت العمل طبعا. ومن خلال قناه روتانا دراما هنشوف كريم فهمي في مسلسل امر واقع، وكمان هينزع المسلسل على قناه ال بي سي. المسلسل بيشاركوا ببطولته نجلاء بدر وريم مصطفى واحمد وفيق. انا مفيش في حياتي اغلى منك انت وجودك داليا. قريبين من بعض ولا صحاب ولا اخوات؟ احنا ايه بالظبط يا حمزه؟ هتخلع بالموضوع في واحده تجد الاخر بيتك. وبتدور الاحداث في اطار من الاكشن حول ضابط في جهاز مكافحه الارهاب بيتم تكليفه بمهمه لاحباط عمليه ارهابيه قبل تنفيذها. ليه الشرف ان المسلسل بيتعرض على روتانا. هو مسلسل اجتماعي في المقام الاول قبل ما يكون اكشن، ثم بقى اكشن وسسبنس. هنشوف بقى اذا كان ايوب هيقدر يصبر صبر ايوب على اللي بيحصل له، وهنشوف بقى اذا كانت الفنانه الكبيره فعلا هتقدر تنفذ جريمه قتل في ممنوع الاقتراب او تصوير، وهل هينجح كريم فهمي في المهمه المكلف بيها. استنونا على شاشه روتانا خليجيه وروتانا دراما وال بي سي. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان، ويا رب ينعاد عليكم بالصحة والسعادة يا رب إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. كل سنة وبرنامج عرب ود طيب، وبيقدم كل سنة عن التانية اختلاف جديد في الأفكار وفي المذيعين وفي كل حاجة. طبعا دي قناة محترمة احنا بنحب نتفرج عليها عشان كل أخبارها جديدة اكسكلوزيف، فبنركز معاها. كل سنة وانتم طيبين. فاصل وراجعين. وعلى شاشة روتانا خليجية هيتم عرض أضخم إنتاج تلفزيوني لعام 2018، وهو مسلسل هارون الرشيد بطولة قصي خولي وعابد فهد. بتواصل قنوات روتانا اللي عودتنا عليه كل رمضان بتقديم باقة من أجمل وأهم الأعمال الفنية العربية، وتشهد شاشة خليجية في رمضان السنة دي عرض مسلسل تاريخي مميز يعتبر أضخم إنتاج تلفزيوني لعام 2018. البشر يرحلون، والدولة لا. المسلسل من بطولة قصي خولي، عبد فهد، كريس بشار، وعبد المحسن النمر، والنخبة من ألمع النجوم. وبيكشف المسلسل جانب آخر لشخصية هارون الرشيد غير اللي نعرفها عنه، ومعالم الحضارة اللي شهدتها فترة حكمه، وبتدور أحداثه عن الصراع اللي عاشه لما استدعى أخوه الهادي علشان يعزله لولا تدخل والدته لمنع الخطوة دي. وقت بيحكوا على هارون الرشيد بيحكوا على القضايا النسائية بحياته أو على المجون وإلى آخره. الحقيقي عن هارون الرشيد هي شخصية عسكرية سياسية فكرية، حدا فهمان ومثقف، اهتم بالعلوم بالسياسة بالعسكرة. أتمنى يا رب نقدر نقدم كلياتنا مسلسل كويس، مسلسل متميز يحظى على متابعة جيدة، ونقدم من خلاله رسالة كويسة. الدراما التاريخية هنروح على طول للدراما البدوية مع مسلسل نوف، وكمان هتابعوا المسلسل الاجتماعي شيء من الماضي من بطولة ياسر المصري وعبير عيسى. حين يجيك الموت يا أخذ الغوالي، دي راس ذبح بنيتي على راس سيفك، وايش تنتظر يا شيخ وايش تنتظر؟ المسلسل اللي هنشوفه على شاشة خليجية وشاشة روتانا دراما بتدور أحداثه في قالب دراما وتشويق حول شخصية فتاة اسمها نوف، بيتم قتل والدها ووالدتها بعد ولادتها، وبتتعرض للخطف من شيخ قبيلة، وبتتوالى الأحداث والمفاجآت مع التصاعد الدراما. لا تتحدى نوف مرة ثانية. وصلنا لمعاتش بضربي ويتش. استنوا مسلسل نوف هتشوفوه ان شاء الله على شاشات قنوات روتانا في رمضان. كمان هنشوف ميس حمدان في مسلسل تاني على شاشة خليجية، وهو المسلسل الاجتماعي شيء من الماضي، وبتدور احداث المسلسل في اطار من الاثارة والتشويق عن جريمة قتل بيتهم فيها العديد من الاشخاص. انا طول عمري بشتغل عندك بامان واخلاص، مستحيل اخون العيش والملح اللي بيننا، اكيد اللي نقلك الحكي بيكرهني. ما
وانا نترك البيت والشركه وابوك لشمس ونجلس نحن عند بحضنا ان شاء الله. تفرجوا على مسلسلنا شيء من الماضي على شاشات قنوات روتانا. مسلسلات من اقوى الاعمال العربيه في 2018، ما تتفوتش متابعتهم على روتانا خليجيه وروتانا دراما في رمضان. كل سنة وانتو طيبين، ويا رب رمضان ده يبقى أحلى شهر عليكم. كل سنة وكل جمهور أرب وود بخير يا رب، ورمضان كريم عليكم كلكم. رمضان كريم، كل سنة وانتو طيبين، يا رب تبقى سنة عظيمة عليكم كلكم إن شاء الله. تحياتي لكم، وطبعا بدي لكم رمضان كريم يا رب، وإن شاء الله هالسنة بتكون مليانة حب وسعادة وخير، وأهم شيء سلام اللي نحن بحاجة لقلب الوطن العربي. وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة، وما تنسوش تتواصلوا معنا على السوشيال ميديا وعلى روتانا.net. شكرا للمتابعة، واستنونا طوال شهر رمضان في حلقات خاصة. كل سنة وانتم طيبين، باي باي.